ينضم الينا من رام الله الاستاذ رمزي عوده، مدير وحده الابحاث بمعهد فلسطين لابحاث الامن القومي. استاذ رمزي، مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا. بدايه، يعني بالنظر الى المعطيات الموجوده على الارض، يعني كيف ترى بعد تعطل عمل الاونروا والمساعدات الانسانيه في قطاع غزه من كيفيه الدعم الدولي كما نادى بها الان او منذ قليل رياض المالكي في الدوره 55 لمجلس حقوق الانسان من جنيف؟ لو سمحت أعيد السؤال مش واضح. يعني شكل الدعم الدولي اللي حضرتك تتوقعه للقضية الفلسطينية فيما يتعلق بالمساعدات لسكان القطاع؟ يعني هذا الموضوع مهم جدا، لأن في مجاعة في شمال القطاع، في أكثر من نصف مليون فلسطيني في الشمال من بيت لاهي إلى جباليا لمدينة غزة، تنعدم قدرتهم على الوصول لأي مساعدة إنسانية. بشكل عام كل قطاع غزة يعاني من هذه الإشكالية، لكن إسرائيل تحاصر شمال قطاع غزة حصارا تاما ولا تقدم أي من المساعدات الدولية، يعني لا تسهل عملية دخولها. معظم المساعدات تأتي إلى مدينة رفح، هناك أيضا شح فيها، لأن مدينة رفح فيها أكثر من 1,400,000 نازح. إحنا بنعتقد إنه في إصرار من القيادة الفلسطينية بشكل كبير جدا على أي خطوة لعملية تبادل المحتجزين او الوصول الى ما بعد العدوان في اليوم التالي، يجب ان تتمثل في الخطوه الاساسيه وهي ادخال المساعدات. هناك دولة في هذا الموضوع، انطونيو غوتيريش ومعظم دول العالم تتحدث عن اهميه ايصال المساعدات. الجانب المصري فتح كل الامكانيات اللازمه لوصول هذه المساعدات، ولكن الجانب الاسرائيلي يعرقلها من خلال العديد من العراقيل، سواء بالتفتيش او منع وصولها الى اخره. حتى الجانب الاسرائيلي حاول ان يطعن ويشكك في قدره اليو ان وكاله الغوث للاجئين لايصال هذه المساعدات، ولكن اليو ان هي المنظمه الوحيده القادره على الوصول الى كل مناطق قطاع غزه. نعتقد انه اليوم في خطوه مهمه للعالم اجمع حتى يمنع المجاعه في قطاع غزه، ضرورة وصول المساعدات إلى كل محتاج. طيب أستاذ رمزي، يعني هناك تصريح أو يعني بعض الكلام على المستوى السياسي بأن الحرب بدأت من غزة وستنتهي في لبنان. ما يحدث من صراع ما بين حزب الله اللبناني وقوات الاحتلال الإسرائيلي، يعني كيف تقيم هذه المعارك على المستوى التكتيكي وعلى المستوى النوعي، وخاصة أن يمكن حزب الله بيستخدم أيضا أسلحة متطورة في هذه الحرب؟ شوف، المعلومات اللي عندنا انه الجانب الايراني ذهب الى العراق ولبنان وطالب يعني شركائه ووكلائه في المنطقه، بما فيهم حزب الله، يعني يعمدوا الى التهدئه، لا عدم تطوير الحرب الى نزاع اقليمي. حتى الان يعني المشاهد ليست لا تؤدي بنا الى تحليل ان هناك حرب اقليميه ستقع. المناوشات في الشمال هي منحصره في مستوطنات الشمال، في المناطق المحاذيه للجنوب، للجنوب لبنان. حتى الاسلحه المستخدمه هي اسلحه اجمالا عاديه، يعني ليست اسلحه مدمره جدا الى اخره. يعني في خطوط حمراء الطرفين ملتزمين فيها. صحيح ان في بعض الحالات يعني ذهبت القنابل الاسرائيليه والطائرات الى لبنان وتم اغتيال عروري وغيره الى اخره، ولكن هناك وسطات دولية حتى الآن. نعتقد أنه قضية جنوب لبنان يعني قضية مسيطرة عليها من الأطراف التدريبية، لم تخرج من السيطرة. طيب، يعني تزامن إطلاق إسرائيل تصريحات بشأن عملية برية في رفح مع انطلاق أيضا على المستوى السياسي مفاوضات وهدنة بتبادل المحتجزين وإمكانية وقف إطلاق نار مؤقت من جانب إسرائيل، يعني هل هذا التزامن مقصود النية من جانب مجلس الحرب الإسرائيلي؟ طبعا إسرائيل تحاول أن تصعد حتى عسكريا قاوة نظام رفح أكثر من مرة، اليوم أكثر من مرة تقوم باختيار أهداف عسكرية في تصعيد، ليس فقط في مدينة رفح، في تصعيد في حي زيتونة، في الشجاعية، في مدينة غزة، حتى في البارحة في مشروع بيت لاهي الشمالي. يعني إذا في تصعيد عسكري الهدف منه اساسا تحسين شروط التفاوض، بمعنى ان اسرائيل تضغط على حماس من جهه الاسلام وخصال المقاومه حتى تحصل على اكبر قدر ممكن من المنافع المزايا في اي اتفاق نهائي يمكن عقده في الدوحه او في القاهره خلال الايام المقبله.
إسرائيل تحاول أن تقنع المقاومة الفلسطينية أن الكرة بيدها وأنها هي الطرف الأقوى، أنها قادرة على حصار قيادات حماس، قادرة على ضربهم، تستطيع مراقبة كل الأهداف العسكرية الموجودة في رفح، وبالتالي هذا الضغط العسكري باعتقادها سوف يولد نوع من تنازل حماس أو الجهاد الإسلامي في أشق الرهائن. أعتقد أنه المناخ الدولي اليوم مناسب لعقد صفقة مثل هذه. هم يتحدثون بوساطة أمريكية، تدخلت مصر وقطر وغيرها من الأطراف الفاعلة الإقليمية، الحديث عن هدنة ست أسابيع، يعني بمعنى تغطي شهر رمضان المبارك. وأنت تدركين أن شهر رمضان حساس بالنسبة للمنطقة، وأي تصعيد فيه سوف يؤثر على الإقليم ككل، ليس فقط على الصراع في الضفيرة قطاع غزة وإسرائيل. وبالتالي هناك فترة 6 أسابيع، هذه الفترة يتم إخراج المدنيين اللي تم احتجازهم كأسرى ورهائن من قبل المقاومة الفلسطينية. أعتقد العدد 35 أقل بقليل، في منه 6 مدنيين أمريكان. بعد ما يتم الإفراج عنهم خلال 6 أسابيع هذه سوف يتم التحدث أو الحديث والنقاش والتفاوض على هدنة أطول. الهدنة الأطول قد تشمل إطلاق أو قد تشمل وقف كلي لإطلاق النار إذا ما نجح الطرفان والأطراف الإقليمية إلى الوصول إلى طيبة سياسية، عقد سياسية وليس عسكرية، توافقية بين الجميع. تمام، بشكرك شكرا جزيلا. كنت معنا من رام الله الأستاذ رمزي عودة، مدير وحدة الأبحاث بمعهد فلسطين للأبحاث الأمن القومي، شكرا على هذه المداخلة.